بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيليغ اي كومبروندر. طبعا لازلنا مع الصوت يون، مع الصوت يون الذي يكتب طبعا كما رأينا بإي أو إن. توقفنا عند هذه الفقرة كما نلاحظ ديمو ديفيسيل، إذن كلمات صعبة. Il s'appelle Didier, par exemple, si nous prenons cet enfant, il s'appelle Didier. Et dans le tabac, le verbe appeler, il y a un katunadi. J'appelle mon frère. Il y a un katunadi à la achi. On a tabac le verbe se appeler. Ou bien un achar, s'appeler. Il y a nous dire. يعني أن الناس ينادون عليه ديدي. إيل سابيل ديدي، هو ينادى ديدي، المقصود بأن اسمه ديدي. إيل سابيل ديدي، إيل أديزوتي، إيل أديزوتي. إذن هو عنده أدوات كالتي نرى، مثلا مطرقة، منشار، مسامير إلى غير ذلك. إذن إيل أديزوتي، إيل أديزوتي. ممكن نتكلم عن أدوات أخرى ليس بالضرورة هذه التي عنده. حتى في اللغة ممكن نتكلم عن ديزوتي، نتكلم عن كلمات نستعملها لكي نكون جملة. مثلا إل أ ديزوتي، إلى ديزوتي، إلى بورت أن بالون. إذن في جملة أخرى عندنا إلى بورت أن بالون، إلى بورت أن بالون. إذن هو يجلب كرة. طبعا كما رأينا سي لو فيرب أبورتي. ثم عندنا أون فيي طابل، une vieille table، إذن طاولة قديمة أو مائدة قديمة. un pot de peinture، un pot de peinture، un pot de peinture. إذن نتكلم عن أسطوانة خاصة بالصباغة. le doigt، regardez c'est le doigt، voilà c'est le doigt. aujourd'hui par exemple، aujourd'hui c'est la fête. إذن هذا اليوم هو عيد. Fais donc attention. إذن انتبه. ثم عندنا هذه الفقرة كما نلاحظ عنوانها لاتولييه دو ديدي. إذن نتكلم عن ورشة ديدي، لاتولييه دو ديدي. روني ان بيتي كاماراد qui s'appelle Didier. René a un petit camarade qui s'appelle Didier. Et dans René a. شنو عنده؟ Un petit camarade. عنده رفيق صغير. رفيق صغير. كما نقول صديق صغير. Qui s'appelle Didier. الذي ينادى Didier. الذي يسمى ديدي. ديدي أبيت أو بو دو لا رو. ديدي أبيت أو بو دو لا رو. إذن ديدي يسكن في نهاية الطريق. ديدي يسكن في منتهى الطريق. ديدي أبيت أو بو دو لا رو. ديدي أبيت أو بو دو لا رو. سي لو فيرب أبيتي كونجوغي أو بريزون. ديدي أبيت au bout de la rue, dans son jardin, في حديقتي، في الحديقة ديالو. dans son jardin، طبعا عندنا هنا كلمة مذكرة، إذن طبعا سنقول son jardin. في حالة إذا كانت الكلمة مؤنثة سنقول مثلا sa règle، مسطرته، sa règle. أو مثلا sa main، يده. dans son jardin، في حديقته. إليا هناك، طبعا الصيغة التي ذكرنا إليا هناك. إن بتيت مايزون أون بوا، هناك منزل صغير أون بوا. طبعا لو بوا يعني الخشب، وأحيانا كما رأينا تطلق كلمة لو بوا على الغابة. بعد ما تلقوا هذه الكلمة يعنى بها الغابة. دون سون جاردان إليا une petite maison en bois. Dans son jardin, il y a
une petite maison en bois pour ranger les outils de papa. إذن في حديقته il y a une petite maison en bois. هناك منزل صغير بالخشب. من أجل ماذا؟ pour ranger les outils de papa. من أجل جمع أدوات الأب. يعني كل الأدوات التي يستعمل الأب أنه يضعها في هذا المنزل. أنه يرتبها في هذا المنزل الصغير. Dans son jardin, il y a une petite maison en bois pour ranger les outils de papa. Papa, veux-tu me donner la petite maison? Papa, veux-tu me donner la petite maison? Abi, veux-tu, هل أنت تريد, me donner, أن تعطيني, la petite maison, المنزل الصغير, إذن أبي, واش تبغي تعطيني, المنزل الصغير. اللي وضع فيه الأدوات ديالك مثلا. بابا veux-tu طبعا هنا عندنا الفير فولوار كونجوغي او بريزون. اذا عندنا الفير فولوار غير هو عندنا السؤال هنا. بابا veux-tu me donner la petite maison. بابا veux-tu me donner la petite maison. ابي هل تريد ان تعطيني منزل صغير. دوموند ديدي دوموند ديدي يطلب ديدي المقصود يسأل ديدي. عندنا الفيرب دوموندينا أنك تسأل أنك تطلب. بابا veux-tu me donner la petite maison. دوموند ديدي ce sera ma maison pour jouer. إذا سيكون منزلي للعب. ce sera طبعا عندنا هنا الفيرب être. أحيانا نقول سي 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 يعني إنه. سي ما ميزون بور جوي. سي ما ميزون بور جوي. إنه منزلي للعب. ولكن ملي تيكون عندنا إتر في البريزون هنا ماشي إنه. سيكون هاد إنه في المستقبل. هنا غنستعملو إتر في لو فيتور سامبل. إذا نقول جو سوغي تي سوغا il sera. اذا عندنا ce sera سيكون. ma maison pour jouer منزلي للعب. dans la petite maison في منزل صغير. في المنزل الصغير ديدي امي سي ليفر. اذا ديدي امي واضح بان هذا الفعل او باسي كومبوزي كما تنشوفوا سبقناه ب لوكسيليغ افواغ. ديدي امي اذا ديدي وضع طبعا هذا سي لو فيرب ميتر اللي تعني وضع. ديدي امي اذا ديدي وضع ماذا؟ سي ليفر وضع كتبه. سون بالون وضع بالونه. سون افيون وضع طائرته. اون بوا طائرته من الخشب. son camion rouge ثم وضع شاحنته الحمراء. il a apporté aussi une vieille table. il a apporté aussi une vieille table. هو جلب ايضا مائده قديمه. طبعا كما تشوفوا عندنا لو فيرب apporté هذا لو بارتيسيپ باسي الخاص به مسبوق ب لوكسيليير افوار بحال اللي شفنا دابا. بحال هادي عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ميتر اسبقناه بلوكسيليير افوار. إلى ابورتي اوسي اون فيطابل اذا هو جلب ايضا مائدة قديمة او طاولة قديمة. ان مارتو إلى ابورتي اوسي ان مارتو دي كلو فوالا دي كلو سور ليكال إل فا تابي دي كلو et un pot de peinture. جاب مع مطرقة جاب مسامر وشنو جاب مسامير ثم جاب أسطوانة الصباغة أو سطل ديال الصباغة. un pot de peinture. l'atelier de Didier René a un petit camarade qui s'appelle Didier. Didier habite au bout de la rue
Dans son jardin, il y a une petite maison en bois pour ranger les outils de papa. Papa, veux-tu me donner la petite maison? Demande Didier. Ce sera ma maison pour jouer. Dans la petite maison, Didier a mis ses livres, son ballon, son avion en bois, son camion rouge. Il a apporté aussi une vieille table, un marteau d'éclos et un pot de peinture. Aujourd'hui, René est venu le voir. Aujourd'hui, fier de Léon, René est venu le voir. René est venu. نوئتا. روني إيفوني. طبعا عندنا لو فيرب فينيغ في الطبيعة ديالو تتصرف مع إتر. إذا روني نوئتا تتصرف مع إتر فاش؟ طبعا في الأزمنة المركبة. بحالاش؟ بحال لو باسي كومبوزي. أي فعل بغينا نصرفوه في لو باسي كومبوزي طبعا غنوضعو لو بارتيسيباسي الخاص بهاد الفعل وغنسابقوه بلوكسيليير. طبعا في الحالة ديال venir لو فيرب venir طبعا غنسابقوه ب لوكسيليير اتر وماشي avoir بحال اللي عندنا الى apporter. طبعا لو فيرب apporter تتصرف مع avoir لان هاد الشخص هاد لو سوجي هاد الفاعل هو اللي غادي يجلب غيجلب شي حاجة اخرى. هنا غوني طبعا هو اللي اتى بنفسه ماشي جاب شي حاجة اخرى. إذا طبعا لو فيغ فونيغ غيتصرف مع إتر. إذا كما قلنا غوني إي فوني. إذا غوني أنه أتى لو فواغ. كان ممكن نقول مثلا غوني فيان لو فواغ. غوني يأتي الآن ليرى. نصرف لو فيغ فونيغ أو بريزون. نقول غوني فيان لو فواغ. طبعا لو بريزون كما قلنا c'est un temps simple تيكون في الفعل بوحدو. إذا هو زمان بسيط في غير الفعل بوحدو. أما هنا فعندنا تركيبة من الفعل اللي خضينا ليه لو بارتيسيب باسي ومن المساعد. إذا نتكلم عن un temps composé زمان مركب. René est venu le voir. إذا aujourd'hui René est venu le voir. هذا اليوم أو اليوم روني إي فوني لو فواغ. روني أتا روني أتا أو جاء لو فواغ ليراه. طبعا هاد لو تتعوض ديديي. روني إي فوني فواغ ديديي. إذا حتى لا نعيد ديديي لحد حتى لا نكرر ديديي عوضنا بهاد لو. كو فيتي أفيك سي زوتي كو فيتي أفيك سي زوتي كو فيتي أفيك سي زوتي. ماذا تفعل بهذه الأدوات؟ كما تلاحظوا حل عندنا ماذا تفعل أنت مع هذه الأدوات. طبعا مع الوقت أننا نتدرب على استعمال الكلمات كما يستعملها أصحابها. كوفيتي افيك سيزوتي. ماذا تفعل أنت بهذه الأدوات؟ دوموند غوني. يسأل غوني. دوموند غوني كما نقول يطلب غوني. يسأل غوني. Que fais-tu avec ces outils? Demande René. Je répare mon camion. 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 C'est le verbe réparer. Qui met un chauffonneur? Le verbe réparer. Machine ma mousserit. Elle est. L'an n'a serif le verbe réparer au présent. Ou le présent, c'est un temps simple. Ma fiche moussaïd. Ma koulnesh ana. J'ai réparé. J'ai réparé. Ana aslahto. On ana koul, je répare. Ana aslih l'an. Mon camion. Chehinati. Il a une planche cassée. Il a une planche cassée. Iden huwa indaho. Il a. طبعا كما تنشوفو عندنا avoir ماشي متبوع بلو بارتيسيباسي ديال شي فعل. هو متبوع باسم كما تنشوفو une planche. اذا هنا avoir يفيد لنا الملكيه. il a هو عنده. هاد الشاحنه عندها. الشاحنه في اللغه الفرنسيه كلمه مذكره كما تنشوفو لو كاميون.
إذن إيل أ هو عنده إين بلونج، عنده خشبة، عنده قطعة خشب. كاسي، كاسي مكسرة، إذن علي أن أصلحها. إذن أنا أريد إصلاح هاد قطعة الخشب المكسرة. Je répare mon camion. Il a une planche cassée. Donne-moi ton marteau, dit René. اعطني مطرقتك، دي روني، يقول روني. Donne-moi ton marteau, dit René. Je vais faire la réparation. Je vais faire la réparation. كما نقول أنا سأقوم، أنا سأفعل la réparation. سأفعل الإصلاح. أنا الذي سأصلح لك هذه القطعة الخشب المكسرة في شاحنتك. Je vais faire. كما تنشوفوا عندنا هنا لو فيرب الي. Je vais à l'école. أنا أذهب إلى المدرسة. ولكننا ما عندناش Je vais à l'école. وبيان Je vais au marché. وبيان Je vais à la plage. أنا أذهب إلى الشاطئ. هنا عندنا Je vais faire. عندنا فعل آخر يتبع لو فيرب الي. إذن كما رأينا سي لو فيتور بروش، هذا يسمى المستقبل القريب. جو في فيغ، أنا سأفعل، سأفعل بعد دقائق. لا ريباراسيون، الإصلاح. إذن دون موا طو مارتو، دي روني، جو في فيغ لا ريباراسيون. روني بخون أن غرو كلو، إذن روني يأخذ مسمار كبير، إيليف لو مارتو، ثم يرفع المطرقة، إي بون، إي بون، ثم بون، إيل طاب سور سون دوا. إذن هو يضرب فوق أصبعه. إذن بدل أن يضرب فوق المسمار، إيل طاب سور سون دوا. إذن هو يضرب فوق أصبعه. آي 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 كريغوني. آي 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 كريغوني. إذن طبعا آي 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 يصرخ غوني، غوني يصرخ ويقول آي آي آي. في دونك أتونسيون غوني. إذن هذا الذي قلناه فيما سبق. إذن يقول له ديدي في دونك أتونسيون، افعل إذن انتباه، كن حذرا إذن غوني يا غوني. توي مالادغوا، توي مالادغوا، أنت أعوج. فبدل أن تضرب فوق المسمار أنت تضرب في مكان آخر فوق يدك. إذن توي مالادغوا، كما نقول أنت أعوج. طبعا كلمة مالادغوا ممكن نقولها للسائق أنه لا يسوق بشكل مستقيم، أو نقولها مثلا بوغ ان شاسور لصياد، مثلا صياد البر، أنه يقذف أو يرمي بعيدا عن الهدف. إذا نقول عنه مالادغوا، ان شاسور مالادغوا. إذا يقول له هنا توي مالادغوا، توي مالادغوا. C'est sur le clou qu'il faut taper. C'est sur le clou qu'il faut taper. إنه على المسمار بأن يجب الضرب. راه على المسمار فين خاصك الضرب، ماشي الضرب على صبعك، هذا هو المقصود هنا. C'est sur le clou. راه على المسمار qu'il faut taper. يجب الضرب، ماشي على يدك. بمعنى آخر هنا il faut taper sur le clou. ولكن باش يركز له على المسمار سبق هاد العبارة هنا. كان ممكن يقول ديدي إيل فو تابي، يجب الضرب سيغ لو كلو، على المسمار، وانتهى الأمر. ولكن ماذا قال له؟ سي سيغ لو كلو، إنه على المسمار كيل فو تابي، بأن يجب الضرب. إذن سي سيغ لو كلو كيل فو تابي. إذن نعيد، نوبخونون، لا تريد ديدي. René a un petit camarade qui s'appelle Didier. Didier habite au bout de la rue. Dans son jardin, il y a une petite maison en bois pour ranger les outils de papa. Pour ranger les outils de papa. Papa veut-il me donner la petite maison? Demande Didier. Ce sera ma maison pour jouer. Dans la petite maison, Didier a mis ses livres, son ballon, son avion en bois, son camion rouge. Il a apporté aussi une vieille table, un marteau, des clous et un pot de peinture. Un marteau, des clous et un pot de peinture. Aujourd'hui, René est venu le voir. Aujourd'hui, René est venu le voir. Que fais-tu avec ces outils?
demande René. Je répare mon camion. Il a une planche cassée. Donne-moi ton marteau, dit René. Je vais faire la réparation. René prend un gros clou. Il lève le marteau et pend, il tape sur son doigt. Aïe, 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 crie René. Fais donc attention, René. Tu es maladroit. Fais donc attention, René. Tu es maladroit. C'est sur le clou qu'il faut taper. C'est sur le clou qu'il faut taper. C'est sur le clou qu'il faut taper. نستأنف الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.